جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول: هل انتقال المسلم من بلده إلى بلد آخر من أجل الرزق عدم رضا بما قسمه الله له في بلده؟ لا، هذا من طلب، من فعل الأسباب، هذا من فعل الأسباب لطلب الرزق، والله أمر بفعل الأسباب وشرع لعباده الضرب في الأرض. قال سبحانه وتعالى: ليس عليكم، قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طلب الرزق مشروع، وأخبر أن من جملة الذين يخفف عنهم من قيام الليل ولو التهجد في الليل الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يسافرون لطلب الرزق، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قرن المسافرين لطلب الرزق مع الذين يقاتلون في سبيل الله، دل على أن طلب الرزق والسفر لطلب الرزق المباح أنه أمر مشروع ومأمور به، وأنه يثاب صاحبه عليه إذا صلحت نيته وأراد بذلك أن يكفي نفسه ويكفي من يمونه عن الناس وعن الحاجة إلى الناس، وأن يتصدق من ماله إذا حصل على مال وينفق في سبيل الله. نعم.